بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم مشاهدي الأعزاء في فيديو جديد، فيديو سأتحدث فيه عن ندوة بالماضي وعن المنتخب وأيضا كثير من أخبار لاعبين المحترفين. ابقوا معنا وتابعوا فيديو اليوم لنهايته. نشط اليوم الأحد الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية تحدث فيها عن كثير من المحاور، أكيد أن كلكم سمعتموها أو سمعتم ما قيل عنها سواء في القنوات التلفزيونية أو قنوات اليوتيوب الأخرى، لذلك سأحاول التركيز على بعض النقاط المهمة فقط أو بعض الأمور بين السطور. أبدأ من رايان شرقي. بلماضي قال بوضوح أن شرقي مثله مثل أي لاعب مغترب تم الاتصال به، وهو مطالب الآن بإبداء رغبته باللعب مع الخضر. مبدئيا وبكل سهولة يمكننا أن نستنتج أن شرقي يرفض حاليا اللعب مع الخضر، لكنه أبقى الباب مفتوح. شخصيا أعتقد أننا أمام سيناريو عوار وغويري آخر، سننتظر لغاية نهاية فترة شرقي مع منتخب أمال فرنسا، وفي حال لم يتمكن من الظفر بمكان مع الديكا ولم يقنع ديشون فإنه سيختار الجزائر. هذا السيناريو رأيناه خاصة لدى غويري وتم بالفعل. رأيي لمن يتابعني جيدا واضح، لماذا لا نحاول إغراء اللاعبين بدل انتظارهم؟ قد يقول لي البعض الجزائر والكرامة وما إلى ذلك، من يقول ذلك أقول له أين الكرامة في انتظار لاعب وهو ينتظر منتخب آخر؟ بالمناسبة حالة شرقي هي نفس حالة أوليسي. نقطة مهمة أخرى تطرق لها بلماضي وهي علاقته بياسين إبراهيمي. بلماضي أثنى على قدرات إبراهيمي وعلى الإضافة التي يمكن أن يقدمها للمنتخب، لكنه أعقب حديثه بالقول اذهب واسأل إبراهيمي إن كان يريد اللعب مع الجزائر حقا. بلماضي من جهة أكد بشكل نهائي أن إبعاد إبراهيمي ليس فني بل لأسباب أخرى، يمكن أن يكون صراع شخصي كما أقول أنا أو لأمر آخر قاله لأحد المتابعين وهو إبعاد إبراهيمي لمشكل انضباطي، ومن جهة أخرى حاول إخلاء مسؤوليته. المهم والأكيد واليقين الآن أن إبعاد إبراهيمي ليس فني. إبراهيمي وبدون شك سيرد على تصريحات بلماضي لينور الرأي العام في الأيام المقبلة. بلماضي وضع النقاط على الحروف أيضا بخصوص ياسين عدلي، وأكد أنه لم يغير جنسيته الرياضية بعد برغم حديث المكلف بالإعلام صالح باي عبود عن عدلي في جوان الماضي وقوله أنه متاح للاستدعاء، لكن فقط وضعيته مع نادي ميلان هي من تؤخر قدومه. لا أدري إن كان تصريح غير موفق وقتها أم أنه لم يكن يعلم بوضعية عدلي جيدا. من بين اللاعبين الذين تطرق لهم بالماضي أيضا إسماعيل بن ناصر. بن ناصر مصاب كما يعلم الجميع، لكن الناخب الوطني كشف أنه يقاتل للعب كأس إفريقيا. الأمر سيكون في صالح الخضر، لكن بلماضي قال أنه لا يعلم إن كان قادرا على التواجد في هذه المسابقة ولو أنه ألمح لصعوبة الأمر. من بين النقاط التي تطرق إليها بلماضي من دون أن يستفيض في شرحها هي التربص المقبل للخضر والذي يسبق بداية كأس إفريقيا. الناخب الوطني أكد أنه قرر التربص في الداخل الإفريقي وفي دولة قريبة من الكوت ديفوار التي تستضيف المنافسة. التربص في دولة قريبة من الكوت ديفوار سيسمح للاعبين بالتحضير الجيد وخاصة التأقلم قبل بداية المنافسة بأيام. التربص داخل إفريقيا يمكن اعتباره أحسن قرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة، فالمنتخب وعلى امتداد آخر 30 سنة لم يحضر أبدا في إفريقيا، رغم أن كل الإخصائيين كانوا يرون أنه وجب القيام بذلك لأن ذلك سيسمح بتأقلم اللاعبين قبل بداية المنافسة الرسمية. المدربون المتعاقبون وأيضا بلماضي في النسخة الماضية كانوا يعملون على تعويد اللاعبين على الأجواء الإفريقية قبل بداية المنافسة بأيام، لذلك كنا نرى المنتخب يعاني ويخرج أحيانا من الأدوار الأولى، رغم أن المنتخب كان دائما يملك أسماء كبيرة لدرجة أنه كان يعجز عن الفوز على منتخبات مجهرية، والأمر لا يعود أبدا لجودة اللاعبين لكن للظروف، ظروف كان يسخر منها الكثير من أنصار الخضر. لكن بالماضي وبعد كان الماضي
أدرك جيدا أنه يمكن أنها يمكن أن تكون أكبر عائق. أتذكر جيدا هنا في كان 2021 طلب مني وبقوة أن أمنح رأيي بخصوص مشاركة الخضر، وقلت في عدد ما قبل ذلك الكان أنه إذا تأهلنا للدور الثاني فسنذهب للنصف نهائي على الأقل، وتلقيت السخرية لا حصر لها لأنني قلت إذا تأهلنا، ورغم أنني شرحت وقتها أن المنتخب سيلاقي الصعوبات في البداية ودائما ما يقع في نفس الصعوبات، لكن لا أحد ساندني. نبدأ أخبار محترفين بعوار، فرغم الهجوم الكبير عليه من طرف مدربه مورينيو وفي مناسبتين وليس فقط في مناسبة واحدة، ورغم إجماع الطليان على غيابه لفترة، إلا أن التقني البرتغالي قرر الزج بلاعبه الجزائري أساسيا في لقاء كالياري في الدوري اليوم. مورينيو بدون شك يكون قد حاول مداواة مشاكل عوار بتصريحاته وزج به ليؤكد ما لديه. الجزائري كان عند حسن ظن مدربه به وقدم مستوى مقبول نوعا ما، كما كانت له بصمة مباشرة حين سجل هدف الافتتاح الذي فاز بفضله فريقه في الأخير برباعية واستعاد عافيته. مساهمة عوار في فوز فريقه اليوم وتسجيله لهدف ستكون دافع قوي له للعمل لكسب ثقة مورينيو به، لكنها ستكون أيضا في صالحه من ناحية المنتخب. دخول عوار لتربص المنتخب غدا كان سيحدث بأسوأ طريقة ممكنة لو لم يشارك ويسجل اليوم. بعد أسبوع من الشك تبين أخيرا أن وضعية الدولي الجزائري رايان آيت نوري سليمة، حيث ظهر في التشكيلة الأساسية التي شاركت ضد أستون فيلا اليوم. آيت نوري كان قد عانى من مشاكل بدنية لكنه يكون قد تفوق عليها وظهر أساسيا، لكنه وللقاء الثالث على التوالي لم يتمكن من إكمال اللقاء. وإذا كان السبب في اللقاءين الماضيين مشاكل بدنية، فإن السبب هذه المرة إصابة في الفك، حيث تعرض الدولي الجزائري لتدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق الخصم وبقي على إثره ساقطا لفترة قبل أن يقرر المدرب غاري أونيل سحبه وعدم المغامرة به بين الشوطين. خروج آيت نوري لن يكون خروجا عاديا، أولا لأن الإصابة يمكن أن تكون مقلقة، وثانيا لضيق الوقت بين تاريخ الإصابة وبداية تربص المنتخب الذي سينطلق غدا. آيت نوري وبدون شك سيخضع لفحوصات معمقة قبل التأكد من خطورة إصابته وقدرته على المشاركة في التربص، لكن لا يعلم أين سيجرى هذه الفحوصات، وهل ستكون في الجزائر بسبب ضيق الوقت أم أن إدارة الولف ستمنع لاعبها من السفر. تقارير غير رسمية كشفت أن إصابة آيت نوري خفيفة وإخراجه احترازي، لكن التأكد من الأمر سيكون فقط مع بداية التربص. للقاء آخر واصل لاعب الخضر سعيد بن رحمة الجلوس بديلا. سعيد جلس مرة أخرى كبديل في لقاء فريقه ويستهام ضد نيوكاسل اليوم الأحد في الدوري. سعيد شارك فقط في آخر ربع ساعة ولم يقدم أي مستوى مثل ما فعل في لقاء الدوري الأوروبي قبل أيام، قدم مستوى جد متواضع وأكد أن وضعه النفسي سيء وأسوأ من السيء. بالرحمة سيدخل إذن تربص الخضر غدا في هذه الوضعية، فهو لا يشارك كما أن لديه مشاكل كبيرة مع مدربه، ضيف إلى ذلك أن الصحافة الإنجليزية تتكلم عن تمرده وعدم رغبته في الاستمرار وطلبه الرحيل في جانفي، وهو وقت لا يبدو مناسب تماما لدخول تربص الخضر. بالماضي وبدون شك وبعد أن وضع ثقته في بالرحمة وأبعد لأجله لاعبين مثل بليلي وإبراهيمي وغيرهم، سيعمل على مساعدته من أجل الرفع من وضعه النفسي. سعيد وبدون شك سيلعب لقاء مصر المهم، هذا إذا لم يلعب لقاءين معا. ما يحسب لي بالماضي عفوا بعيدا عن الجوانب الفنية أنه قريب جدا من اللاعبين، وبدون شك لم يشأ معاقبة بالرحمة ومضاعفة همومه بعدم استدعائه، إضافة إلى ذلك رأى منه مستوى جيد في لقاء السنغال، وبدون شك سيريد منه مستوى مماثل وربما أحسن في لقاء مصر بعد أيام. وإذا كان بالرحمة سيدخل تربص الخضر بمعنويات تحت الأرض، فإن زميله ومواطنه هشام بودوي
سيدخل التربص بمعنويات في السماء. بوداوي عاد في لقاء ماتس يوم أمس للمشاركة بعد غياب طويل، كما أنها فقط ثاني مشاركة كأساسي منذ بداية الموسم، مشاركة لم تكن عادية حيث قاد فريقه للفوز بهدف جميل، كما توج رجلا للقاء. بوداوي نال رضا الأنصار الذين صوتوا له بكثافة. الموقع الرسمي لنادي نيس أشار اليوم الأحد إلى أن هشام جمع 34% من أصوات أنصار ناديه، متفوقا على المتألق الآخر مارفين بارد الذي نال نسبة تصويت بلغت 30%، أي بفارق بسيط جدا. كما تفوق على الثنائي على زميله من الثالث جون كلاب توديبو الذي جمع 20% من أصوات النادي. بوداوي الذي يعاني من نقد كبير سواء من أنصار ناديه بسبب عجزه عن إزاحة زميله داياشيمي أو حتى أنصار الخضر سيكون مطالبا الآن بالرد. الوقت ينفذ أمام أمير بشار كما لقبه الموقع الرسمي لناديه، وفي حال حدث وخرج من عصابات بالماضي فإنه سيكون من الصعب جدا عليه العودة لاحقا. بعد غياب طويل جدا سجل أخيرا الدوليان الجزائريان آدم الناس ونبيل بن طالب عودتهما للمشاركة. مدرب نادي ليل باولو فونسيكا وجه الدعوة للثنائي في لقاء لونس اليوم، لكنه وأثناء مجريات اللقاء قرر الزج بهما، حيث شارك الناس بداية من الدقيقة 69 في حين شارك بن طالب قبل نهاية اللقاء بدقيقتين. مشاركة الثنائي لم تكن مؤثرة تماما حيث لم يترك أي أثر في لقاء انتهى بالتعادل هدف لهدف، لكن ليس هذا هو المهم، المهم أن الثنائي الجزائري قد عاد وسيعملان الآن على التواجد كأساسيين في أقرب فرصة. عودة الناس وبن طالب في هذا الوقت قبل بداية التربص جعل البعض يطرح التساؤل عن عدم سر أو سر عدم استدعائهما، خاصة أنهما يملكان وقتا للتدرب مع المجموعة والمشاركة على الأقل في اللقاء الثاني ضد مصر كما فعل بنجاح في التربص الماضي. لكن بدون شك بالماضي يكون قد درس وضعهما جيدا وقرر بشأن إبعادهما. رغم أن كل المؤشرات كانت تقول أن ماندي بات بديلا ولن يشارك في الدوري، إلا أن مدرب فياريال باتشيتا فاجأ الجميع وزج به أساسيا في لقاء فريقه ضد لاس بالماس اليوم الأحد. ماندي ومرة أخرى لم يتمكن من استغلال الفرصة، حيث قدم مستوى هزيل جدا وانقاد رفقة بقية زملائه للخسارة على أرضهم بهدف من دون رد. مستوى ماندي الهزيل لم يكن لافتا لأن كل زملائه خاصة المدافعين قدموا مستوى سيء جدا. المنظومة الحالية لفياريال سواء عامة أو في الدفاع لم تعد تساعد عيسى، لذلك فإن قرار الخروج في جانفي إن حدث لن يكون أبدا بالقرار السيء، خاصة أنه لا يحظى بثقة كبيرة من مدربه. ماندي وعكس كثير من اللاعبين لا يتأثر كثيرا بمستواه مع فريقه في أدائه مع الخضر، فمنذ عامين تقريبا وهو بديل مع فريقه الحالي فياريال، وفي كل مرة يأتي للخضر يحاول تقديم كل ما لديه. في تربص أكتوبر الحالي لا شيء سيتغير، وبدون شك ماندي سيكون أساسيا وعنصرا مهما من هنا ولغاية كان الكوت ديفوار. رغم مستواه الكبير جدا في لقاء أتلتيكو الأخير ورغم الضغط الكبير من صحافة فينورد لأجل منعه الفرصة أساسيا، إلا أن مدرب فينورد أرني سلوت أبقى الدولي الجزائري رامي الزروقي بديلا في لقاء زبولي الذي أقيم اليوم. زروقي انتظر لغاية الدقيقة 63 قبل أن يسجل دخوله، وقدم مستوى مقبول في الدقائق التي لعبها. الملاحظ أن الزروقي تحسن كثيرا من حيث معدل المشاركة، حيث بات يشارك في وقت أبكر وشارك مثلا في لقاء زبولي لنصف ساعة كاملة. زروقي وبدون شك لن يرضى بهذا التحسن الطفيف وسيعمل على حجز مكان أساسي قريبا، وسيبدأ صراعه الحقيقي لأجل تحقيق هذا الهدف بعد فترة التوقف الدولي الحالي ولقائي مصر والرأس الأخضر. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى.
نلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.